فإن الجماهير العراقية المجتمعة هذا اليوم تعلن وقوفها إلى جانب الدولة ومؤسساتها الدستورية، وتقف مع مواقعها وكف التجاوز عليها وإفراغ بناية مجلس النواب فوراً ليعود البرلمان لممارسة مهامه الدستورية والخضوع للقانون. أنا أحد المتظاهرين، احنا لا طالعين ضد جهة معينة ولا أبد، احنا طالعين نغير حكم، يعني من ظالم؟ لأنه هسه مؤاساة وشبعنا، يعني ضيم الخريجين ما متعينين. أنا بالنسبة لي أنه أنا متخرج وده أشوف بعيني، يعني ده يصير بالعراق. هسه ناس ده تعارك على مود كرسي، هو جايب شهادته من برا، لا يعرف لا إحنا نريد نقود البلد.